اول واحد يا جماعة الرات في هذا الروم، انا على الرات حرفيا. كم ضدي؟ خمسة يا جماعة. انا مش كده ما بشوف الا كل شوي واحد مخلو هون، واحد مخلو هون. السلام عليكم، كيفكم يا جماعة الخير؟ ان شاء الله تكونوا بخير، الله يسعد لي اياكم يا رب. بس قبل بداية الفيديو، صلى حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو اليوم يا جماعة الخير، واللي هو تحديت 8 من المتابعين يا جماعة الخير انهم اذا فاجوا علي راح ادخلوا الكلان كلهم. والله يا جماعة كان الروم خرافي، من احلى الرومات اللي سويتها انا. فبس قبل بداية هذا الفيديو يا جماعة الخير، اليوم عندنا لايف على تطبيق اليونا، والساعة 9 بتوقيت السعودية والساعة 7 بتوقيت المغرب العربي. يا جماعة والله البث هنيك وربي كثير خرافي، عم سوي مسابقات للمتابعين. بس خليني اعطيكم مثال، مثلا بدخل معي واحد جيست وبساله اسئله، وإذا جاوبني على السؤال بشحله توب أب. يعني مثلا بسأله كم حرف باللغة العربية، بجاوبني بياخد توب أب. بدكم أحلى من هيك؟ فالكل يجي يا جماعة الخير اليوم على الساعة 9 في توقيت السعودية وعلى الساعة 7 في توقيت المغرب العربي يا جماعة الخير. رح خليك رابط صفحتي تحت في الوصف ورابط تحميل البرنامج تحت في الوصف. وبس هلا بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. طيب يا جماعة هي دخلنا الجيم، بسم الله. والله يا جماعة هذا التحدي من أحلى التحديات اللي بسويها. طبعا يا جماعة أنا هالكلمة حلبتها حلب، كنت بسوي تحدي من احلى التحديات، فجد هذا التحدي كثير حلو، يعني من احلى التحديات اللي بيسويها. اوكي فيلا يا جماعه. اوكي يا جماعه الكل ينزل على البرازيل. طبعا يا جماعه انا المره الماضيه سويتها بس ما كان في عليها شيء، بس المره اذا فازوا عليها راح يدخلوا الكلان. هذا المره الروم راح يكون حلو، لانه صراحه يعني حدث حل الكلان الاسطوره حسوني ما يدخل. واثقه من نفسيها، مش واخد بالك. لا الفخر ولا شوف ما شاء الله. طيب يا جماعه بهذا التحدي راح العب باليو ام بي وبالاس كيس. يلا شباب نفس المحل، صفوا سريع سريع سريع، صف نفس المحل شباب. لا تقعدوش تتفننوا نفس المكان يا شباب. يلا نفس المكان بسم الله. يلا شباب كل هون كل هون. يلا كل صف يا شباب. يلا مش يعني لورد توقف قدام يعني. طيب يا شباب يا جماعه الخير والله منظر الرعب. لا ببطل، لا بطلت اسوي التحدي. احا والله منظر الرعب يا شباب. اشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، ثمان أشخاص ضدي. جماعة هذا أقوى تحدي بسويه بعمري كله، تمام؟ طبعا يا جماعة خلينا نطق رقبتي شوي. أوش الله يرحمه حسون، كنت بنام طيب. إيه والله. يلا يا شباب ثلاثة اثنين واحد ليتس جو. يلا أوكي، لا هذا بدمج 100، هذا بنجيب أصفر. لازم نلعب هيت شوت كمان يا شباب عشان يطلع الفيديو حلو تستمتعوا. اول واحد طب. لا عم نجيب اصفر يا جماعه. يا جماعه ما بشوف كل شوي واحد يخلق لي هون. اطلب بعض من الحماس، اطلب بعض. والله هذا الشخصية اللي بنت حطت الأربعة، هذا لعيب يا جماعة كثير لعيب. أوه كفو يا إلهي الوان شوت هذا كيف بلع. نايس يا جماعة الرات في هذا الروم، انا على الرات حرفيا.
كم ضدي خمسة يا جماعة. أنا مش كيف ما بشوف إلا كل شوي واحد مخلوه هون واحد مخلوه هون. يب اوه كفو اوه يا جماعة والله تعلم. اوكي يمكن الشباب ضدي كمان اخذ بريك يا جماعة اقسم بالله روم خرافي. طيب بسم الله نكمل يلا. بلعب اوه كفو اسطورة. يلا يلا الاخير الاخير تم اثنين ما تم اثنين الثاني وينه؟ في واحد واحد نعرف في هو للروم اوكي يعني طيب طيب اوكي اوكي. طيب يا جماعة تم اخر والله حرام تم احسنت الروم. اوكي يا جماعة وربي خايف اتنين يا اللي قتلك بالأسكر بعد كل هذا. يلا في إبرا السؤال يلا كيف مثلا معلم تربي ابنه 15 سنة ويطلع جاي مثلا هيك هيك شعور خي كي معك بالله ما زبطت بض... يعني ما سويتها السؤال بالأسفر واو 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 اقسم بالله خرافي. جي جي والله جي جي. طبعا يا جماعة الخير مثل ما شايفين هن كانوا ضدي ثمانية تمام بس في واحد قتل يعني في واحد هن الثمانية اللي ضدي قتلوا بعض في الغلط في واحد قتل الثاني بالغلط فصاروا سبعة. فبعتذر يا جماعة الخير يعني نفس الشيء تمام يعني هو كمان يعني اخر شيء مات فمام في مشكلة. الواحد اللي تم يا جماعة هذا ضفنا بس عشان يكمل الروم. كفو على الشباب والله جي جي يسعد دينهم والله. وبس بشوفكم بس جديد بس جديد شو فيديو جديد عفوا وبنشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.